شيخ أخوانك، من صلى العيد في يوم جمعة وأراد أن يصلي الظهر، هل تجب عليه الجماعة أو له يصليها لوحده؟ نعم، إذا صادف العيد يوم الجمعة وصلى الإنسان مع الناس يوم العيد، فإن شاء حضر للجمعة وهو أفضل، وإن شاء لم يحضر وصلى في بيته منفردا ولا حرج، لأن الجماعة لم تقام في البلد، الذي يقام في البلد هو الجمعة، فمن حضرها صلى جمعة ومن لم يحضر صلى ظهرا. نعم، أصلا لا تقام في مسجد الحي، تمنع. نعم، لأنه لا يمكن أن تقام جمعة وجماعة في بلد واحد، أقول لا يمكن أن تقام جمعة وجماعة في مسجد واحد. نعم.